بقدم واحدة شق محمد طريقه المعبد بالآلام منذ فقدان ساقه في الحرب الأولى على غزة عام 2008. أكمل طريق عمله من عامل في الدفاع المدني لصاحب ورشة نجارة، ورشة لا مكان للعجز فيها، قاصدا بها إنهاء شقائه وألا يقاسم أحدا رغيف خبزه. كرجل دفاع مدني في كل الحروب أو في كل الاجتياحات اللي كانت تصير كنت أسعف الأشخاص هذولا يعني، وكنت أفكر فيهم إيش هذولا حيعملوا، يعني اللي فقد إيده اللي فقد رجله حزيك، فلما تصير الشغلة معايا الطبيعي إنه أنا يعني أحاول إنه أنا أفكر بنفسي كمان، فحاولت إنه أنا دائما إنه أنا أفكر إنه ما أكونش يعني عالي على نفسي، أقل معدل يعني على نفسي وعلى أسرتي. خضع محمد لدورة تدريبية خاصة بذوي الهمم تخطى بها فكرة اعتماده على الآخرين بالسؤال عن الرزق. تتشابك هذه القصة مع حجم الألم لمصابين آخرين لم يريدوا لحياتهم أن تتوقف إثر الإصابة، فبعد أن تخلى الجميع عنهم لم يتخلوا عن أنفسهم. إنه الأسى يحط رحاله بين الحقول مسنودا على عكازين، فالمساحة الواسعة هنا صارت حياة ضيقة لصهيب تميل به فتسنده لقمة العيش مجبرا بعد ألم الإصابة وبتر قدمه في اليوم الأول لمسيرات العودة أثناء محاولة إنقاذه لإحدى الفتيات. قبل كنت أزرع 5-7 دلوم، كنت أزرع حلقيت دوبنا إني ألحق أقدر أزرع بس دلوم واحد، إني أقدر أشتغل وأنا قاعد، أما إني أشتغل زي ما كنت قبل وأنا واقف قبل الإصابة ما كنتش أشتغل، فبس إنه أقدر أزرع البامية كنت أشتغل فيها لأنه كل شغل البامية أكتر وأنا قاعد أشتغل فيها. في قطاع غزة لا ينافس مشاهد الإصابات إلا مشاهد الفقر لشباب خذلتهم يد الوطن. نيفين سليم، الغد، غزة، فلسطين.